المسلسل الجديد بيت الطالب. مرحبا بكم مشاهدينا. يهدف رجل الاعمال التركي اجون الجل الى ان تحقق منصته الترفيهية اكسن 4 مليون مشترك على المدى البعيد، ولكي يصل الى هدفه التحضيرات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة لانتاج الكثير من المسلسلات حصريا لمنصة اكسن، واخرها مع مسلسل شبابي جديد بعنوان بيت الطالب، وهو من بطولة سودي زولال جولار وبران بولكباشي وبتران أصلاني ومروى نور وسميت كان. والقصة باختصار عن تقاطع طريق 3 طلاب في إحدى أفخم الفلل. المسلسل سيكون من إخراج دواجان أنافارتا ومن أعماله السابقة فيلم بدلة العريس، والإنتاج من قبل شركة تايمز أند بي. ومن المتوقع توفر المسلسل على المنصة الجديدة في اليوم الأول من العام الجديد، أي في يوم افتتاح المنصة.